مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقتنا الاقتصاد والتجارة في كربلاء قبل الإسلام من برنامج حرم الإله. تعتبر كربلاء مركز اقتصادي تجاري وزراعي على مر التاريخ، وذلك لوقوعها على شاطئ الفرات، وتمتاز أرضها بخصوبة الأرض، ومركز زراعي مهم لرفد حضارة بابل. بالإضافة إلى ذلك هي ملتقى الطرق البرية التجارية للممالك والحواضر اللي تحيط بكربلاء. وخلنا نشاهد هذا التقرير المصور. تعد الغاضرية إحدى القرى المحيطة بمدينة بابل، التي تشكل اسماً من أسماء كربلاء الجامعة لتلك القرى، وهو كور بابل. وتمتد الغاضرية من الشمال والشمال الشرقي لمدينة كربلاء، من مقام الإمام الصادق عليه السلام وقرب مقام الإمام المهدي عجل الله فرجه، إلى شمال الهيابي وشمال حي العباس حالياً إلى منطقة عون، ومن الشمال الشرقي وتصل إلى ناحية الحسينية لتشملها. أما سبب تسميتها فقيل بأنها نسبة إلى الشيخ غاضر الأسدي، شيخ قبيلة بني أسد. ويقول المرحوم الدكتور عبد الجواد الكليدار إن الغاضرية اسم عربي من بقاع كربلاء، وينسب إلى غاضرة من قبيلة بني أسد التي اختلفت الآراء بشأنها بأنها امرأة أو رجل. فكانت الغاضرية تلك الأرض المعظمة تنبسط على رقعة واسعة من أرض كربلاء، تبدأ حدودها من المخفر الحالي في قضاء الحسينية إلى مقام الإمام الصادق عليه السلام، وأربعة أنهر قرب البساتين المعروفة بفدان السادة إلى منطقة عون. ويضيف الدكتور عبد الجواد الكليدار إن غاضرة على قول الجواهري قبيلة من بني أسد، وهي الغاضرية مؤنث الغاضر، ويشار إلى غضارة العيش ونضارته. والغضراء هي الأرض السهلة الطيبة التربة والماء والمال. وعرفت هذه القرية بإنتاجها الزراعي الوفير، لأنها تقع على ضفاف نهر الفرات الذي تتفرع منه أنهر قديمة تسقي بساتين هذه القرية، ما جعلها حية وخصبة ودائمة الخضرة عبر التاريخ. ومن الآراء الأخرى في الغاضرية ما قاله السيد عبد الرزاق الحسني في كتابه موجز تاريخ البلدان العراقية في الصفحة 54، رأى بعضهم أن التوصل إلى معرفة تاريخ كربلاء وتاريخها القديم قبل الإسلام قد يأتي عن طريق معرفة اشتقاق هذه الكلمة، فاحتمل أن لفظة كربلاء منحوتة من كلمة كور بابل العربية بمعنى مجموعة قرى كثيرة تحيط بمدينة بابل. وقد عد الغاضرية من أبرز هذه القرى. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ونرحب بضيف البرنامج الدكتور مصطفى أبو المعالي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. دكتور، سؤالنا الأول عن دور الموقع الجغرافي كربلاء قبل الإسلام اقتصاديا. فيما يتعلق بدور أرض كربلاء قبل الإسلام من الناحية الاقتصادية، كربلاء تعتبر ذات موقع استراتيجي مهم، بالإمكان القول أنها تتوسط العراق. نعم. في الوسط، كون في الجنوب، في الجنوب منها تقع مملكة الحيرة. نعم. وفي الشمال مملكة الحضر أيضا. فيما يتعلق بالغرب، فيما يتعلق تدمر. 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 نعم. إذن تحيطها عدة ممالك. عدة ممالك، هذا من جانب. ومن جانب آخر موقعها التجارات التجاري. نعم. ايضا كانت هناك الهجرات الساميه بين الجزيره العربيه وبلاد الشام. نعم.
وكانت القبائل تمر من كربلاء على أرض كربلاء. تمام. وهذا ما يعطي انطباع بأنه قبل الإسلام كانت هناك الحياة مبنية ومن هذه القرى والقبائل الموجودة فيما يتعلق بكربلاء على موقعها الاستراتيجي المهم. إذن هي ملتقى. نعم. القوافل التجارية. نعم. من كل النواحي يعني. نعم. نعم. يعني الممالك المحيطة، الحواضر المحيطة بكربلاء، هذا انطاها هذا الأهمية الكبرى يعني لحضارة بابل. حضارة بابل. نعم. نعم. باعتبار أنه أرض كربلاء كانت قبل الإسلام تابعة إلى الحضارة البابلية. نعم. في مرحلة حكم في شريعة حمورابي. نعم. وكانت في تلك المرحلة الأراضي الموجودة باعتبار أن العراق يعتبر أرض السواد. بالضبط. أرض واسعة وفيها جانب كبير من الجانب الزراعي. أريد تفصيل دكتور ولو مداخلة وياك، أريد تفصيل عن مسلة حامورابي، قوانين حامورابي حتى يعرف العالم أنه مركز التشريع هو في العراق. نعم. يعني منذ فجر التاريخ. نعم. نعم. في تلك المرحلة يمكن ما يخص الاقتصاد، ما يخص الزراعة. نعم. نعم. في تلك المرحلة قبل الإسلام بالحضارة البابلية كانت الأراضي قسمها حمورابي إلى ثلاثة أقسام. نعم. هذا يعتبر ضمن جانب اقتصادي. نعم. القسم الأول يعتبر الأراضي التابعة للملك والحاشية. نعم. القسم الثاني الأراضي الأخرى اللي يتم تأجيرها وتأجيرها إلى الفلاحين للرعية للاستفادة منها، ويبقى القسم الثالث فيما يتعلق بالأراضي التي يتم منحها أو إعطائها للجنود الشباب في تلك المرحلة مقابل أن يقوم بزرع هذه الأرض والاستفادة منها وتوفير الحماية للملك. كانت هناك الكثير من المراحل الخاصة بتشريع القوانين شرعها، وهذا يعتبر جانب تشريعي قانوني وأيضا تجاري فيما يتعلق بمن يقوم. أردنا قانون العقوبات دكتور، قانون العقوبات. نعم. بالمسألة. نعم. 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 فيما يتعلق بهذا القانون تعتبر من العقوبات الموجودة أنه من أتلف أو سبب ضرر إلى أرض زراعية مجاورة أخرى لأرضه كأن قطع الماء أو عبث بالأرض أو بالأشجار الموجودة. شنو العقوبة؟ تكون هناك قطع معدنية كانت سابقا، وهذا دليل أنه وجود قطع معدنية من الفضة تعتبر فضة هي من أصولها الفضة. أصولها في العصر البابلي كانت بابلي. موجودة بابلية لو رومية هذه الرومية اللي كانت موجودة الرومية اللي كانت موجودة. نعم. في 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 فيما يتعلق بسورة الكهف فبعثوا بورقكم هذه إلى المدينة. نعم. إلى المدينة. عبارة ورقكم. ورقكم إجت العبارة. يعني الورق ورق هذا الورق العادي العفو دكتور لو عملة معدنية. أيضا كانت هناك عملة معدنية. نعم. نعم عملة معدنية على ما أعتقد. اسمها الشيكل. الشيكل أو الشيكل يعني ضمن هذا النطاق. تمام. العملة المعدنية مذكورة في بعض المصادر. كان شنو العقوبة جدا. هاي تابعة. نرجع إلى العقوبة. هاي تابعة في زمن الروم. هاي نعم نعم. العملة. اللي ضمن حدثنا عليها بالآية الكريمة كانت العقوبة 10 أقراص من الفضة. نعم. لا عفوا في زمن حمورابي. نعم. ضمن شريعته العقوبة 10 أقراص من الفضة شيقلات لمن يسبب هذا الضرر يعني على العبث ماله أو قطع الماء أو من هالقبيل بالآخرين. اي نعم بمزارع الآخرين. هذا من جانب. من جانب آخر كانت هناك مسألة مهمة. كربلاء على ضفاف نهر الفرات. نعم. أرض كربلاء فمن منذ ذلك الوقت تم الاهتمام بالري وبالجداول. جداول العفو دكتور ينقلنا إلى سؤال آخر. شنو نعم. سبب انتعاش الزراعة في كربلاء؟ من أسباب انتعاش الزراعة في كربلاء أن كربلاء أرض خصبة وتقع على ضفاف نهر الفرات. يعني العامل الفرات وخصوبة أرضها. نعم نعم نعم.
بالإضافة إلى ذلك الأجواء المناخية اللي كانت موجودة، يعني نقدر نقول أنه هي أجواء مساعدة على وجود القبائل وتمركزها في أرض كربلاء سابقا. هذا من جانب. من جانب آخر، ضمن شريعة حمورابي كانت هذه المسألة أنه من يقوم بفتح جدول أو نهر إلى أرضه ويسبب الخلل أيضا على الآخرين أيضا يدفع غرامة، أو الغرامة تكون بمقدار المحصول الذي أتلفه ضمن قانون العقوبات. نعم، الذي أتلفه من الأرض الزراعية الثانية. نعم. من الأرض الثانية الزراعية. وهكذا هذا الموضوع وهذا الجانب يعطي انطباع اقتصادي وقانوني أنه كربلاء يعني القوانين قبل الإسلام دور بانتعاش الزراعة. نعم نعم دكتور. نعم. ميثم نصر الله. نعم. وأستاذ حسن الوزني الباحثين من. نعم. كربلاء. نعم. من أبناء كربلاء. نعم. ذكروا أنه يمر نهر الفرات سابقا قبل طوفان نوح. نعم. عليه السلام من هاي المنطقة اللي إحنا بيها هسه كهوف الطار. صح. بهاي المنطقة أريد هاي المعلومة مثلا من. نعم. هذه المعلومة ذكرت في بعض المصادر فعلا بأنه النهر الفرات كان ضمن هذا الجانب يمر غير مجرى في هذا الجانب. طوفان مو هيك. نعم. هذا مسألة. وكذلك في مسألة مهمة يمكن القول انه اربعه بقاع من الارض انجاها الله من الطوفان، من ضمنها كربلاء وطوس. بقاع الجنة. نعم نعم. هاي شيء مستقبلي. والبيت المعمور والغري ايضا كذلك الحال. نعم. هذا الجانب يعطينا انطباع بانه تسمية كربلاء. نعم. هذا من جانب تثبيت التسمية تاريخيا. نعم. سابقا. نعم. وهذا ايضا انه يعني احنا برنامجنا حرم الاله. نعم. برنامجنا هسه. نعم. اللي. نعم. مستمرين في حرم الاله. نعم نعم. يعني عدة مسميات كوربائيل كوربائيلو باللغات السومرية البابلية الآشورية. نعم. كور بابل. كور بابل القرى المحيطة لبابل. نعم نعم. كذلك الحال أن كربلاء ترتبط بمدينتين. نعم. مهمتين، الحيرة وعين التمر. عين التمر لها تاريخ قديم قبل الإسلام. نعم. عين التمر كانت أرض ولا زالت زراعية ويكثر فيها النخيل. هي واحف الصحراء. نعم. لذلك يمكن القول بأن من ضمن الأمور الاقتصادية والجانب الاقتصادي اللي كانت موجودة عين التمر تقوم بجانب بيع التمور. نعم. والقصب يكثر فيها. هي من اسمها عين التمر. أحسنت. نعم. فعلا. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر كذلك الحيرة عندما كانت عاصمتها المناذرة في تلك. نعم. الفترة قبل الإسلام كانت. نعم. هناك القصور المبنية والموجودة هي قبل الجاهلية للملوك كانت. تمام. أيضا كانت محطة نقدر نقول اقتصادية. نعم. وعسكرية أيضا. نعم. ضمن تلك الفترة. دكتور هذا ينقلنا إلى سؤال آخر. نعم. عن سبب انتعاش التجارة في كربلاء. نعم. شنو السبب؟ ذكرت الحيرة، ذكرت. نعم. تدمر، ذكرت. نعم. الحضر. نعم. كذلك القول الحيرة وعين التمر. نعم. قرب كربلاء من 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 الحيرة وعين التمر ضمن بضعة أميال خلينا نقول. نعم. كذلك الحال فيما يتعلق كانت سابقا الزراعة الجانب الزراعي سواء كانت في عين التمر أو في كربلاء بشكل عام تكون متنوعة. يعني حصل تكامل بين التجارة وبين الزراعة. نعم نعم. إذن كربلاء كونه ملتقى. نعم. القوافل التجارية من الممالك والحواضر. نعم. لذلك انتعشت الزراعة. الزراعة. وانتعشت طباع اقتصادي. كذلك. نعم. اقتصادي تجاري. نعم. كذلك الحال عين التمر وشفاثة. نعم. شنو الفرق بين ذكرت شفاثة وعين التمر؟ عين التمر وشفاثة. يعني شنو الفارق؟ هي واحد لو اثنين؟ لا اثنين. هاي معلومة جديدة. نعم دكتور. نعم. نعم. أنه يذكر الدكتور مصطفى جواد أنه يستغرب من الربط وتسمية عين التمر باسم واحد وهما يختلفان. نعم. في الموقع
وفي الخاصية التجارية والاقتصادية والحضارية أيضا. نعم. لأنه عين التمر صحيح هي مناطق متقاربة، ولكن تعتبر ضمن لكل واحدة يعني فاسة حاضرة أخرى أو مدينة لعب أخرى. لعب هاي موجودة أخرى. مخفية شلون يعني؟ هاي كانت تزرع فيها الـ 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 نقدر نقول النخيل والرمان. نعم. يعني ولا زالت هاي منذ القدم موجوده الزراعه. انا هسه ياهو الباقيه بيهن الفاسل وعين التمر موجوده الاثنين موجوده. الاثنين موجوده يعني بالداخله بقرب مسافات قريبه جدا تداخل. نعم. مثل ما ذكرت لحضرتك الدكتور مصطفى جواد يستغرب من بعض الذين يذكرون الجغرافيا العراقيه بربطها بمنطقه واحده ومن عين التمر وشفاته، وهي كل واحده مستقله. المحصله منطقتين هذه مستقله بذاتها. نعم. وكما ذكرت لحضرتك كانت هذه المساله تعتبر جانب اقتصادي زراعه الرمان والنخيل. نعم. وهي موجوده حاليا عندما يتم زراعه النخيل بين نخلة وأخرى يتم بيناتها زراعة التين أو الرمان وهكذا. يعني الفواكه. نعم. وهكذا تكون تعتبر محصلة تجارية مثل ما ذكرت لحضرتك القوافل اللي تمر الهجرات اللي تكون موجودة هذا يعتبر مصدر اقتصادي ضمن تلك المرحلة. نعم. أنا يعني مر علي بالمعلومات اللي اجتني من مركز الحسيني للدراسات الموسوعة الحسينية للشيخ الكرباسي أنه كربلاء كأنما مركز تجاري وزراعي خلق بينات تكامل اقتصادي. أريد توضيح هاي الفكرة. التكامل الاقتصادي اللي حصل في كربلاء في تلك الفترة أنه تتوفر الأرض الصالحة للزراعة والأرض الخصبة. نعم. وكذلك توفر المياه النقية على ضفاف نهر الفرات والتفرعات اللي حصلت في تلك المرحلة. أما فيما يتعلق بجانب آخر الجانب الأكثر اللي كان متوفر هو الجانب الاقتصادي الزراعي. يعني كربلاء كانت منذ القدم هي تهتم بزراعة النخيل. دكتور إذا سمحت لي عندنا انتقال هسه إلى طبيعة الاقتصاد في كربلاء قبل الإسلام. زراعي بحت لو أكو صناعة. زراعي. بوادر لصناعة. زراعي وكان الصناعي فيما يتعلق ببعض المصادر تذكر أنه الصناعي كانت فيما يتعلق بجذوع النخيل أو الأشجار اللي كانت موجودة يتم صناعة من عندها بعض الأواني بعض الاحتياجات المنزلية الزراعية بدائية والمنزلية في. نعم. تلك المرحلة. فهي أيضا تعتبر ضمن تاريخ تاريخ الجانب الصناعي تاريخ صناعي ويفوق ذلك الجانب هو الجانب الزراعي. جيد. نعم. ما هي المصادر التاريخية اللي تتعلق بالاقتصاد والتجارة في كربلاء؟ المصادر الاقتصادية اللي تتعلق بهذا الجانب كانت التجارة القوافل التجارية وكذلك نزوح القبائل. لماذا يتم النزوح إلى كربلاء؟ وجود أرض صالحة للزراعة. نعم. ويتوفر المياه هذا من جانب وكذلك الحال أن القبائل العربية اللي نزحت إلى كربلاء قبائل بني أسد والقبائل معد ونزار ومعد وعدنان. نعم. وقبائل ربيعة أيضا هي كانت لوجود جانب معيشي. بعض المصادر دكتور من هالمصادر هذه دكتور عبد الجواد الكليدار أيضا أشار إلى هذا الموضوع فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية الخاصة بالزراعة. نعم. تتوفر المعيشة في أي رقعة في العالم من خلال توفر ما يعطي سبل العيش مثل سبل العيش سبل العيش أيضا كانت مسألة أخرى أنه تربية المواشي. نعم. موجودة كانت في السابق. تمام. اللي هي تربية الماعز والأغنام كانت موجودة على أرض كربلاء
في تلك المرحلة لوجود العشب اللي بالإمكان أنه تتغذى عليه هذه الحيوانات. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن يمكن القول أن كربلاء قبل الإسلام هي تتوسط العراق، الموقع الجغرافي استراتيجي، موقعها جغرافي استراتيجي، هذا توسط أهمية كبيرة. أشكرك دكتور، وتعبناك. الله يحفظك أستاذنا الفاضل، وأشكرك على إطلاعك الجميل. أشكرك. أشكرك. ومعلوماتك الجديدة القيمة. ربي يحفظك. شكرا دكتور. العزيز. الله يخليك. هنا في كربلاء أشرقت شمس الإباء، وهنا التاريخ أرسى معلما فيه العطاء. نستنتج من حلقتنا الاقتصاد والتجارة في كربلاء أن كربلاء لها موقع استراتيجي مهم، وهي ملتقى القوافل لكل الحواضر والممالك المحيطة بكربلاء. بالإضافة إلى ذلك هناك تكامل اقتصادي لوجود الزراعة ولقرب شاطئ الفرات من كربلاء. وبنهاية حلقتنا نستودعكم الله أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله.